أبو فهد صحتك الله يكرمك. مالك يا أبو مالك يا أبو مش تحتاج لك هذا أي إن شاء الله بالموفقية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. شلونك استاذ؟ صحتك؟ اهلا وسهلا. يا مرحبا. ان شاء الله. شلون صحتك؟ شلونكم؟ الله خير. شلونكم؟ الله يسلمك. نتمنى لك الخير والتوفيق ان شاء الله. اليوم حتى كل مكان المواطن هو الاساس كله. انت لما شفت شعبه معينه توصل للاجهزه الامنيه، بس كيف توصل للاجهزه الامنيه؟ وصلها للاجهزه الامنيه.